النادي الاهلي بعد حل ازمه غرامه الايفواري سليماني كولوبالي لاعب الفريق الهارب بالاتفاق طبعا مع اللاعب وناديه الحالي النجم الساحلي، اتفق على انه يحصل على قيمه الغرامه البالغه 1,450,000 دولار على 3 دفعات. الاهلي يحصل على قيمه الغرامه على 3 دفعات من خلال طبعا او في خلال سنه ونص، هتسدد بواقع مثلا ايه 500 500، وبعد كده 450,000 بعد كده يعني هيسلموا بقى. لا هو هم سلموه قبل ما يشطب يعني قبل ما يدفعوا الفلوس. تمام.